امرأة الساحل تتواجد في السواحل وخاصة الصخرية منها. موطنها من جزر كيشي وهي في غرب اليابان. تتغذى على الدماء. هي مصاصة دماء خطيرة. تبحث عن الصيادين والمسافرين لتتغذى عليهم. تتجول في الشواطئ الصخرية بحثا عن الفريسة. الشكل. عندما يتعلق الأمر بامرأة الشاطئ بمظهرها، فهناك حالتين. الحالة الأولى يظهرون كنساء جميلات خرجوا للتو من البحر. شعرهم طويل ولامع ويصل تقريبا إلى الرمال، وملابسهم الرطبة الشفافة تلتصق بجلدهم. من الخصر إلى الأعلى تبدو كأنها امرأة عادية، ولكن من الخصر إلى الأسفل تكون كأنها حورية ولكنها مرعبة بنفس الوقت. أما في الحالة الثانية تكون كبيرة جدا بما يكفي لسحق السفن في البحر. لديها أيضا القدرة على إخفاء أنفسهم عندما لا يرغبون أحد في رؤيتهم. عندما تظهر امرأة الشاطئ على الشواطئ الرملية تبدو وكأنها نساءات جميلات يحدقون بعيدا في البحر. عندما يقترب أحد منهم ويحاول التحدث يستديرون إليه ويصرخون صرخة خارقة للأذن، ثم يلتفون حولهم بشعرهم ويسحبون فريستهم إلى البحر. ومجرد وصولهم إلى البحر يستنزفون الدم وضحاياهم بشعرهم. أما على السواحل الصخرية تظهر امرأة الساحل جالس على المنحدرات وتنادي المارة بصوت غريب، وبسبب جمالها فإن ضحاياها يقتربون نحوها. وعندما يتجهون نحوها يتجاهلون الأخطار التي تشكلها المنحدرات الصخرية ويبقون يمشون نحوها حتى يسقطون في المنحدرات ويموتون، وتاركين امرأة الساحل تتغذى على أجسادهم. وأحيانا أخرى عندما يكونون في البحر أنهم يتصرفون كما يفعلون على الأرض ويأسرون فريستهم البشرية بشعرهم الطويل ويستنزفون دماءهم. يتم العثور على امرأة الساحل في رأس السنة الجديدة عندما يمكن العبور الحدود بين العالم الأحياء وعالم الأرواح بسهولة أكبر.